بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم يا حبيبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. أكلنا لحمة كتير في العيد وخلاص زهقنا منها، يلا نغير بقى ونعمل أكلة حلوة تفصلنا شوية عن أكل اللحمة. هنعمل النهاردة صينية سمك، بس هنعملها بطريقة حلوة ومختلفة، يلا جربوها هتعجبكم قوي قوي ومش هتندموا لو عملتوها. يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ياريت ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش قبل كده في قناتي يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدأ. معايا نوعين من السمك، سمك بلاميطة وهو اسمه المتعارف عليه سمك مكاريل، ومعايا نوع تاني اسمه سمك شخورة، برضو نوع حلو قوي وبينفع قوي في عمل الصواني، بيبقى طعمه جميل جدا. عاوز اقول لكم ان انا غسلته كويس قوي ونقعته في المية والملح فترة كويسة علشان ينزل كل زفرته، وبعد كده غسلته بالمية اكتر من مرة. بعد كده معايا باقي المقادير اللي معايا، ليمون وفلفل حراق وفلفل رومي، ومعايا طماطم وتوم مهروس، ومعايا ملح وشطة وكمون. هقطع السمكتين الكبار الأول عشان ما ياخدوش مني وقت في السوى. بعد كده أبتدي أجهز التتبيلة، فهقلب كل التوابل دي كلها مع بعضها، وبعدين أضيف عليها التوم المفروم، وهعصر عليهم ليمونتين. التتبيلة دي جميلة جدا وبتخلي طعم السمك خطير. هقلبهم كويس مع بعض وهضيف عليهم معلقة هريسة. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة، هتبل بيها السمك من جوه ومن بره زي ما انتوا شايفين كده اهو بالطريقة دي. اهم حاجة ان اسيب السمك في التتبيلة على الاقل نص ساعة علشان السمك يشرب من التتبيلة كويس ويبقى طعمه جميل قوي. هبتدي بقى هقطع الخضار، هبتدي بقى بالفلفل الرومي والفلفل الحراق، هقطعهم قطع صغيرة شرايح يعني اهو كده زي ما انتوا شايفين. عاوز اقول لكم ان صينية السمك دي بتبقى حامية جدا للي بيحب السبايسي. هي بتبقى طعمة جدا جدا بالفلفل الحراق، وطبعا كل واحد حسب ذوقه، احنا بنحب الاكل السبايسي شوية. بعد كده هقطع الليمون شرايح، وكمان الطماطم هقطعها شرايح كده زي ما انتوا شايفين اهو بالطريقة دي. هجهز بقى صينية مدهونة بالزيت وهرص فيها الطماطم بالشكل ده، كده تمام، وكمان هرص عليها الفلفل اللي أنا قطعته. هحطهم كده ما بين الطماطم، وبعد كده هرص عليهم شرايح الليمون. عاوز اقول لكم ان الصينية دي بتحتاج ليمون شرايح كتير قوي. هحط جزء من التتبيل على الخضروات دي من فوق علشان عايزة اطعمها، وبعد كده
هبتدي أرص السمك أهو، هرصه كده زي ما انتوا شايفين، هحطهم جنب بعض كده بالطريقة دي. بعد كده هحط فوقها شرايح الطماطم بالشكل ده، وكمان شرايح الفلفل الرومي والحراق، وشرايح الليمون. وبعد كده هطعمهم بقى بجزء من التتبيلة علشان يبقوا ايه طعمهم حلو. بعد كده هعصر على الصينية قد 4 ليمونات، واحط عليها ربع كوباية زيت من فوق من على الوش. بعد كده هقفل الصينية بالفويل، هقفلها كويس قوي. وهحطها على النار من فوق تستوي لمدة 3 ساعة. هي الصينية هتستوي كده من العصارة بتاعتها بتاعت الخضار والسمك. بعد كده هشيل من عليها الفويل اهو، زي ما انتوا شايفين شكلها تحفة، وتعتبر كده استوت الصينية خالص. هحطها في الفرن تحت الشواية علشان عايزاها تاخد وش ولون. ودي شكل الصينية طبعا بعد ما خرجت من الفرن، شكلها رائع وريحتها تحفة، وكمان الصوص بتاعها طعم الليمون فيه قوي وسبايسي جدا. هرص كده بقى السمك في طبق التقديم بالشكل ده، حاجة تحفة، ريحة في منتهى الجمال، وشكل الطبق في منتهى الروعة. هنزل عليه بقى الصوص بتاعه من فوق اهو، شايفين طبق سمك رائع يستاهل بقكم. ياريت تجربوه على طريقتي، مش هتبطلوا تعملوه من حلاوته. واكتبولي رأيكم في التعليقات، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في قناتي قبل كده يشترك ويفعل الجرس، وما تنسونيش في الدعاء.